الشبرة وطول عمره جدع شاطر من هو صغير طموح. ما خلص الثانوية العامة دخل كل الحربية، كان عنده إصرار كبير إن هو يدخل كل الحربية. تعرفيش الأقدار بالسوء اللي عندي فيه، وكان حلو ومجتهد وفرحان بيه. خلص كلية الحربية 2007، جه توزيعهم هو أصر يدخل صاعقة. يا أحمد الصاعقة صعبة، أنا أعرف كده. يقول لي يا ماما ده أحلى حاجة هي الصاعقة، الصاعقة بتخرج منها القيادات كلها، هما اللي بيواصلوا يا ماما لما يبقوا لواءات ويبقوا. ماشي حبيبي، ربنا يبارك لك. خلص أحمد اتوزع على العريش، على سينا، على رفح. أول لما تخرج؟ أول تخرج. قعد 4 سنين في رفح. أيام الثورة كان بيجي هنا السفارات يأمن السفارة الأمريكية، يأمن الأماكن اللي هي أمن الدولة مش عارفة إيه، وبعد كده يرجعوا تاني. منشآت الحيوية. راح أمن برضو قناة السويس، مداخل ومخارج قناة السويس. فيعني كان شغله حساس. أحمد واخد أكتر فرقة من مكافحة إرهاب، واخد مكافحة إرهاب دولي. بعد كده بعد ال4 سنين خدوه في 3 سبعات. ما شاء الله. يعني خلص 3 سبعات الصفوة. صفوة الصعقة يعني أحمد كان الأول في الرماية. وكم مرة يعني يعملوا عرض، حتى العرض اللي آخر عرض كان فيه الرئيس، كانوا بيضربوا رصاص حي. كان أحمد يعني الحمد لله نشانه ما بيخيبش. فبعد كده اترقى، راح فرقة مكافحة إرهاب في إيطاليا ورجع. يعني كان حياته كلها تدريبات وتمرين، إعداد كبير قوي. يعني كان عدينه إعداد كامل. بعد كده ترقى للنقيب، رجع العريش. أكفأ الضباط اللي اشتغلوا معانا في سينا، بمجرد وصوله الكتيبة بعد أيام قليلة جدا بدأ يشترك معانا في تنفيذ المهام. 7/7/2017 اللي هو يوم الاستشهاد، قبلها بيوم، قبل ليلتها بقى الساعة 11 بالليل، اتصل بي كلمني جي ساعة. ازاي بابا عامل ايه؟ وازاي اخواته؟ واحد باسمه وولادهم. في ايه يا احمد؟ في حاجه يا احمد؟ لا والله، ده انا بطمن عليكم، انت فاضي يا حبيبي؟ يقول لي لا بابا، بحب عاوز اطمن عليكم، كلميني يا ماما كتير، ادعي لي. قلت له والله بدعي لك، قلبي ورب راضين عنك يا ابني. والله يا احمد يعني طول الليل والنهار انا بدعي لك يا حبيبي. احنا اتكلفنا رجاله بمهمه ان احنا نخش مناطق بؤر ارهابيه جديده، وان شاء الله على عهدنا ان احنا نجيب حق كل شهيد على أرض سيناء، ونمسح دمعة كل أم، ونجيب حقهم إن شاء الله. اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك، واجعله اللهم لي في ميزان حسناتي، واجعله شاهدا لي، لا علي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. جاهزين يا رجالة؟ الصبح نفتح التلفزيون الساعة 10 كده، طبعاً براحتنا يوم جمعة، الخبر ده كان يوم جمعة. لقيت خبر عاجل، الهجوم على الكاتبة 103، وهجوم إرهاب على الكاتبة 103 في جنوب رفح. ترى أحمد اتنقل رفح، طلع مأموريات في رفح، ساب العريش في مأموريات في رفح بقاله شهرين، وما بقولناش. مش قايل لكم هو فين؟ لا، ما بخانش يرضى يقول على المأمور، خايف علينا برضو. او سريه لشغله والجيش او كده، وكان كنت بحترم يعني رايه، يعني بحيث هو يخاف حد يغلط ويقول حاجه. طبعا كل طبعا. شغل الجيش يعني يعتبر سري يعني. فبقيت يعني مش مصدق. طب دي كاتبة احمد؟ شويه اذاعه على احمد المنسي، كتيبه احمد المنسي. قلت خلاص عودنا على الله، بقى احمد معي. احمد كان اصولا ما يطلعش، طلع دي هما طالعين، كان اصولا ما يطلعش. احمد المنسي قال له خليك انت في الكتيبه يا احمد، هنا يبقى واحد مننا موجود، لان احمد كان رئيس العمليات. قال له واحد مننا يبقى هنا. هما دايما متلازمين. متلازمين، وينزلوا سوا ويرجعوا سوا. اي طلعه احمد يقول رجل على رجله، يا نعيش سوا يا نموت سوا. فقالوا طب طلعت خليك، قالوا لا هنطلع سوا.
وفعلا طلعوا سوا ومشوا. لعند ما جيت بقى في هم في البارسلين يعني عرفت بعد كده انها اكبر معايا في الارهاب حقيقي، اكتر ناس في الارهاب يعني احمد ضن يضرب ساعه ونص ساعه ونص ويبعد انت ابعد وانت ابعد وانت يزق العساكر ويتخطاهم هو يتخطاهم هو. كنا هنتحرك في احدى المداهمات لقينا مخزن متفجرات للعناصر التكفيريه وحصل علينا تعامل وفي طلقه جاتني في الفيست، لقيت الرائد الشهيد الشبراوي بيزقني بعيد عن اتجاه الضرب واتصاب، ورغم كده فضل يدينا الاوامر والتعليمات لحد ما اتصاب للمره الثانيه واستشهد وهو واقف جنبي. في وقت العزاء وكده اللي ينزل من الضباط والعساكر يقولوا له والله يا ماما ما تزعل، والله قبل احمد ما يستشهد موت منهم اكتر من 15 واحد، احمد واخد طاره قبل ما يستشهد. بقول له اتكتر عليكم يا حبايبي اتكتر عليكم. قال لا ابدا، احنا نعتبر منتصرين مع الخسائر بتاعتنا، نعتبر منتصرين. لا قدروا ياخدوا مننا سلاح ولا قدروا ياخدوا جثه اي حد ولا يرفعوا علامهم، كان املهم انهم يرفعوا علامهم على البيت اللي هم موجودين فيه. الحمد لله مش مكنوهم بقى، الاولاد استقتلوا كلهم. الكلام ده كان بيسند ظهري يعني الحمد لله الحمد لله، يعني على قد ما احنا زعلانين على قد ما انا يعني فخوره بابني طبعا الحمد لله. بقول يا احمد انت حطيت على راس تاب كبير قوي، خلتنا راسنا راس مصر كلها مرفوعه، يعني لو خاف لو تراجع ده موت، يعني اي واحد ممكن يخاف ويتراجع. صحيح مش كده؟ صحيح. لا ان هو اتشجع واقدم والحمد لله، يعني احمد مات وسلاحه في ايده، يعني كان مصاب وسلاحه في ايده عمال يضرب لعند ما اصيب تاني واستشهد. تعودنا عليه والله من رجالتنا يعني الحمد لله بكل فخر.